واحد بيقول: ما رأيك في الكتاب الذي يدرس للفرقة الأولى بكلية الحقوق؟ ما قالش كلية حقوق، جامعة إيه؟ بعنوان بحوث في تاريخ التشريع الإسلامي والسياسة الجنائية للإسلام لفلان، الذي يوجه اتهامات للكتاب المقدس مستشهدا بآراء دكتور ناظم لوقا الذي يؤيد الفكر الإسلامي. الذي يفعل هذا هو ضد الوحدة الوطنية في هذا البلد، ولا يصح أن المسيحيين فقط يطالبون بالوحدة الوطنية وهؤلاء الأساتذة يحطمون مشاعر المسيحيين بهذا الكلام. أما كون أن يعتمد على دكتور ناظم لوقا، فدكتور ناظم لوقا حرمته الكنيسة ومات محروما، فما يصحش أن يعتمد على كلام واحد محروم. ومع ذلك هذا المحروم حرم سنة 59، وفي ذلك الحين كنت أنا سكرتيرا لقداسة البابا كيرلس السادس، واتعمل مجلس إكليريكي ولمحاكمة ناظم لوقا. اليوم السابق لمحاكمته أرسل لنا ناظم لوقا خطابا رديئا يقول فيه: أنا متعجب من عقليات كل جنسها كذا كذا، انكم فاكرين ان انا تابع ليكم، انا مسيحي مستقل. المجلس الاكليريكي اللي حكم عليه كان برئاسة امبلوكاس مطران منفلوط، وكانوا بيعتبروه في ذلك الحين انه من علماء الكنيسة، وبسكرتارية القس انطونيوس السوريان اللي هو انا، وانا اللي حضرت قرار الحكم. فأنا قلت لنيافة المطران، قلت له: شوف السيد، لا يمكن أن نعتبر إنسانا مسيحيا إلا لو كان قد تعمد، خدنا للمعمودية فبالشكل ده بيبقى مسيحي. فإذا كان ناظم لوقا لم يتعمد خالص يبقى مش مسيحي، وإن كان تعمد يبقى يتبع الكنيسة التي عمدته، فما فيش حاجة اسمها مسيحي مستقل. وفعلا كان الحكم الذي حكمنا به عليه قطعه من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدم الاعتراف بمسيحيته. يعني لو كان في كنيسة قبطية يبقى مقطوع، وهو طبعا في كنيسة قبطية، وإن ما كانش يتعمد في كنيسة قبطية يبقى عدم الاعتراف بمسيحيته. ومرت الأيام، وفي سنة 72 وكنت قد سمح الله أن أتولى مسؤولية البطريركية، مر علي ناظم لوقا سنة 72 وطلب الحل. وطلب إيه الحل؟ وقال لي بالحرف الواحد، قال لي: مرت علي 13 سنة ما عرفتش أنام ليلة واحدة لأنه حاسس أنه محروم. قلت له: ما أنت يا دكتور ناظمي عملت وسويت. قال لي: أنا أؤمن بكل ما يؤمن به البابا شنودة. قلت له: إذا كنت تؤمن بكل ما يؤمن به البابا شنودة اعلن إيمانك، لأن احنا لو حللناك هيجوا الناس يسألونا إزاي الشخص ده طلع كتب كذا 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 وأنكر أهم العقائد المسيحية وأنتوا بتحلوه. قال لي: أنا مجرد شهدت للبعض، يعني لبعض رجالات الإسلام شهادة ما يعتقدوا فيه من حق، يعني
قلت له انا ما بقولكش تهاجم حد، انا بقولك من الناحية الايجابية تعلن ايمانك. هناك فرق بين خطية تتعمل في السر، فاحنا في السر نحالل ندي الحل، لكن الخطية العلنية اللي تؤلف في كتب ويطبع الكتب بمئات الالاف وتتوزع على المدارس والمكتبات وتخش في كل حتة، دي الخطية اللي في العلن لازم تعاقب في العلن، والحل يكون في العلن بناء على إظهار إيمانك. ومضى حزينا لأنه كان ذا مؤلفات كثيرة وبتنتشر ووظيفة كبيرة وأستاذية في الجامعة إلى آخره، ولكن إقرارا للحق أقول إن النظم له وإن كان قد سلك هذا السلوك ومات وهو محروم من الكنيسة، إلا أنه كان له أخ اسمه الدكتور جورج لؤة. الدكتور جورج لؤة كان بيشتغل مع المتنيح أبونا بطرس جيد في لجنة البر في الزيتون، وحكى لي أبونا بطرس الحكاية الآتية. قال للدكتور، كان راجل كويس قوي الدكتور جورج ده وبيشتغل مع ابونا بطرس، قال لي في يوم رجع الدكتور جورج لبيته وقال لمراته انا تعبان شويه هروح انام، انت اعملي لي كوبايه شاي وهاتيها. فراحت عملت له كوبايه شاي وراحت موديها له في الاوضه بتاعته، ولما اقتربت من الاوضه سمعت صوته بيقول ايوه يا عدل انا مستعد انا جاي، ودخلت لقت السر الالهي انتهى وتنيح بالسلام. يبقى معناها ظهرت له العذراء وقالت له انت مستعد تيجي معايا دلوقتي؟ قال لها ايوه يا عدل انا مستعد انا جاي، ادي اتنين اخوات، واحد أنكر المسيح وأنكر العقائد، والتاني جت العذراء تستلم روحه. فمش قاعدة أن هو لقى في كتب نظم لوقا ما يعتمد عليه.